المنظار احسن من العمليه الجراحيه لان تكاليفه بتبقى قليله وبتساعد المريض اكتر من العمليه الجراحيه. انا اعرف ان هي يعني افضل من العمليه الجراحيه كتير، واعرف ان هي ما بتاخدش وقت، زائد ان هي ما بتكلفش كتير، وبلا حاجات كده افضل من كده. يعني دي عمليات من العمليات السهله والميسره للمريض، وفي نفس الوقت غير مكلفه للمريض. هي عباره عن حاجه بدون جراحه خالص، بدون قطع شرايين، بدون قطع عمليات، ما فيش اي حاجه. والله هو بيلجأوا له عن العمليات الجراحيه نظرا لان العمليه الجراحيه ممكن يتم فيها استئصال شرايين، وبرضو افضل من اللجوء للمسكنات، علشان المسكنات بتسبب الادمان بعد كده. اسمع المنظار مثلا في القلب، في المعده، حصوه، كنت اول ما اسمع الحكايه بتاعت الظهر دي. طبعا بالنسبه لجراحه المخ والاعصاب اللي هي الموضوع الخاص بالديسك، الموضوع ده تقدم جدا جدا، واصبح كتكنيك اسهل بكتير واقل كومبليكيشنز او مضاعفات بالنسبه لموضوع التدخل الجراحي اللي هو المألوف او القديم قبل كده. طبعا بيبقى كتكنيك بيبقى اسهل بكتير. الانزلاق الغضروفي عاملاه بنتي الاسبوع اللي فات، والحمد لله دخلت العمليات ما غابتش، وتاني يوم خرجت من المستشفى. تاني يوم بالظبط، كان الاول بيقعد 15 يوم 20 يوم في المستشفى محجوز، ولازم يمشي ولازم يقف والكلام ده كله، دلوقتي ما فيش الكلام ده خالص. مشاهدينا، رجعنا لكم في اخر فقراتنا النهارده، وزي ما شفنا في التقرير ان احنا هنتكلم عن استئصال الانزلاق الغضروفي بالمنظار، ايه مميزاته، هل بينفع لكل الناس ولا لا. بس خليني قبل ما يعني نرحب طبعا بضيفنا، عايزه بس اقول لكم ان احنا بنعمل التقارير دي عشان نشوف مدى وعي الناس عن التوبيك او الموضوع بنتكلم فيه. يعني السؤال اللي احنا بنساله ما بيبقاش هدفه ان احنا ناخد الاجابه من الناس، احنا عايزين نعرف هم واصل لهم ايه، او هم يعرفوا ايه عن الموضوع، عشان يبقى طبعا الدكتور يعني الدكتور مجدي اللي منورنا ياكد على المعلومات دي، هل هي صحيحه ولا خاطئه. هل الناس تحب تتكلم في الطب كده بتفتي كتير زي طبعا ما عارفه الموضوع ده، بتدي يعني معلوماتها، هل المعلومات دي بتبقى صح، هل صح اصلا ان احنا ناخد معلومات من حد غير متخصص ولا لا. كل ده هنعرفه النهارده من ضيفنا دكتور مجدي جمال، استاذ جراحه العمود الفقري. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد. وانا كنت شايفاك بتضحك قد ايه واحنا بنذيع التقرير، وانا كمان كنت بضحك برده، يعني كنت شايفه حاجات يعني، بس ده الوعي، ده اللي بنتكلم فيه بقى. فيعني صباح الورد على حضرتك. ربنا يعينك يا دكتور. في البدايه، وجود انزلاق غضروفي في الرنين المغناطيسي، هل ده بيساوي جراحه؟ لا لا طبعا. عشان اقول اعمل عمليه المريض على صوره كده ما ينفعش. لازم تتطابق مع شكوى المريض. احنا مره اتكلمنا على الموضوع ده، قلنا ايه؟ لو جبنا 100 شخص لا يعانوا من عمود فقري، مفيش الام ظهر، وعملتي رنين مغناطيسي على الظهر على القطنيه مثلا، هتلاقي 30 واحد منهم لا يعاني، عنده مشكله في غضروف، غضروف ميته قليله، بارز شويه او كده. فلو الرنين اثبت ما يوافق شكوى المريض ممكن، لكن رنين بس كده لا. دكتور، يمكن تابعنا في التقرير ان الناس كلها عندها الانطباع بتاع ان يا جماعه المنظار ده عمليه سهله جدا وتكاليفها قليله جدا، وهي احسن من العمليه او التدخل الجراحي، وده كلام غير صحيح. يعني ده كلام من الناحيه الطبيه، المنظار عمليه صعبه وعمليه تكاليفها تكاد تكون اعلى لان هي ما بتتدخلش جراحيا، فبيبقى ليها مميزات اكتر. فعايزه توضيح من حضرتك في الموضوع ده. هو التكلفه المقصود بيها، يعني انا فهمته من التقرير، هو يقصد ان التكلفه اقل لان المريض بيقعد نص يوم في المستشفى، ما بيقعدش اربع خمس ايام زي الفتح الجراحي وتحط شفاط ويستنى اربع ايام وهكذا. التكلفه بتاعتها اكتر الحقيقه، نظرا لان التجهيز بتاع المنظار غالي مكلف. صحيح. يعني المنظار بالعدسات وبالالات دي مكلفه جدا، ولكن لو هي حاجه بدات تنتشر هتلاقي في الاخر هي ككوست احسن بكتير، حتى لو اغلى من الفتح، لان المريض اولا ظهره مش بيتفتح، ما بياخدش بنج كلي خالص، بيدخل الصبح يعمل عملية ويروح بالليل، العضلات ما اتفتحتش، ما فيش مشرط فتح ظهره ولا عضلاته ولا الأربطة ولا توسيع ولا حاجة خالص. هل كل الحالات بتنفع يا دكتور يتعمل لها كده ولا في حالات تدخل لازم؟ في حالات معينة بنقيها كويس جدا للمنظار، مش كل حاجة أقدر أعملها بمنظار. إيه الحالات اللي ممكن تتعمل بمنظار، وإيه الحالات اللي ما ينفعش تتعمل بمنظار؟ يعني مثلا في حاجة اسمها، أنا بتكلم على منظار، في كذا نوع من المناظير، انا بتكلم على منظار بيدخل من مخرج العصب
من غير ما نفتح حاجه خالص، يعني ما بدخلش على العمود الفقري مباشره، بدخل بزاويه من الجنب كده على الغضروف مباشره. دي انجح حاجه في استئصال الغضروف بدون فتح. في انواع مناظير اخرى بتستعمل في توسيع القناه العصبيه، بس انا مركز اكتر على الغضروف لان هو ده اللي بيبان فيه فرق بين المريض اللي بيتفتح ظهره وتفتح عضلاته وتفتح الاربطه ونوسع القناه العصبيه، او واحد ما بنقربش من القناه العصبيه اطلاقا وببعد عنها خالص، بدخل بزاويه معينه جوه الغضروف مباشره من غير ما اعدي على كل العضلات دي ويتشال الغضروف وبيخرج على طول. دكتور دي اعتقد كده يعني الحكايه بتاعه المنظار نفسه. أي. ده طريقه عمل المنظار بالظبط. امتى اعمل العمليه اصلا؟ يعني امتى اقول ان المريض ده محتاج عمليه؟ واحنا بنحاول نجهز فيديو لو معانا هنشرحه كمان طيب تعالي نشوف الفيديو اللي بيبين يعني ايه غضروف بيتحرك ازاي، وبعد كده نشوف شكل المنظار. طيب عامل ازاي. تمام. عموما يعني ده انيميشن بسيط جدا بيبين لك ان الاصفر ده الفقرات والازرق ده الغضروف، ودي الحركه الطبيعيه بتاعه العمود الفقري، التاني لقدام والورا. بيعتمد على ان الغضروف شكله سليم مليان ميه وبيتحرك لقدام ويتحرك لورا في نفس التوقيت. الفتحات اللي وراه ما بيقربش منها اللي هي مخارج الاعصاب. لو تبصي كويس كده ورا الازرق ده في فتحه مدوره، في زي جهه تحت فتحه مدوره بالظبط، العصب بيخرج من فتحات البيضه دي. تمام. فهو وظيفته يتحرك بامان زي ما حضرتك شايفه، وفي نفس التوقيت ما يضغطش على الفتحات الخلفيه اللي العصب بيخرج منها. ده لما بيبقى سليم. ده لو سليم. تمام. وانس حصل منه بروز او انزلاق زي ما بيقولوا، بيروح الازرق ده راجع لورا، بيروح داخل على ايوه على الفتحات البيضه دي اللي العصب خارج منها، فالعصب بيتزنق في المكان ده. عشان كده بنستأصل الغضروف. لكن لازم الناس تكون فاهمه ان 90% من العيانين ما بيحتاجوش عمليات. احنا بنعمل 10% واقل كمان. يعني حضرتك بتسيب العمليه دي اخر اوبشن، يعني اخر حاجه افكر فيها اني افتح ظهر عيان ده لو ما فيش اي بدائل. يعني خلاص بدا يبقى فيه بقى وجع لا يختفي. لا يحتمل. بدا يحصل ضعف في رجل. عدم تحكم في البول، ودي حاجات متاخره قوي ممكن. أي. الواحد ساعتها ما يستناش لما يحصل حاجه زي كده. طب حضرتك بتقول بتشيل الغضروف وايه البديل؟ بنشيل الحاجه اللي بتخرج بس. ايوه. لكن بقيه الغضروف بنسيب زي ما نقول كده بالظبط كده. طب هل في تعويض للزيادات اللي بتتشال؟ لا ما بيحصلش تعويض. ولكن بيبقى العيان ضروري ياخد حذر كويس جدا انه وارد قوي ان جزء اخر من الغضروف زي الاولين ده ما حصل زي بالبلدي كده نقول طق وخرج لبره، لازم يحافظ ويقوي عضلاته عشان ما فيش حته تانية تخرج من نفس المفرد. يقوي عضلاته ازاي؟ بالعلاج الطبيعي. الرياضه، المشي ساعه في اليوم، السباحه، حاجات زي كده. اوكي. دكتور المنظار برضو الجراحي هل بيحتاج بنج كلي ولا بناخد بنج نصفي بس؟ مش نصفي، بنج موضعي في مكان دخوله بس. يعني لو هنشوف الفيديو اللي بعد كده هتلاقي ان العمليه كلها بتجرى عن طريق انبوبه واحده صغيره قوي اهي اللي هي في المريض نايم على بطنه. لو نوقف الصوره كده ثانيه واحده او نوقف الفيديو. بصي المريض نايم على بطنه كده والعمود الطويل اللي انت شايفاه ده هو ده المنظار. ده بيبقى بيسبب الام ولا بيبقى في بنج؟ لا احنا بنعمل بنج موضعي في المكان ده بس، فما يحسش بيحسش في الحته دي خالص. تمام. لكن هو صاحي، لازم يكون صاحي. ولازم يتكلم معايا ولازم اساله. يعني بعضهم حتى بيبقى لو هو مركز كويس يقول لي انت شلته خلاص الغضروف طلع، لان الوجع راح بيبقى عارف وهو قاعد سامعني. لازم يكون بتكلم معاه. وقتها قد ايه عمليه زي دي بتستغرق وقت؟ من نص ساعه لساعه. وقاعدين بتتكلموا عادي؟ لازم. ما اقدرش ادي بنج كل المريض بعمل له منظار، لان لازم اكون عارف انا داخل في حته معينه بنسميها سيف زون، حته امان ما بين النخاع الشوكي نفسه والعصب. فالحته دي لازم يكون هو صاحي، اكلمه اساله ايه الاخبار، الوجع عامل ايه، وهكذا. دكتور الفتحه اللي بتحرك بتدخل منها المنظار بتبقى حوالي كام سنتي؟ مش سنتي، حوالي مثلا 4 مللي. بالملي يعني حاجه صغيره قوي. ما بناخدش حتى فيها غرزه. يعني بص اللي خارج من المنظار ده شايف المنظار عباره عن نور، واللي داخل منه دي آلة جراحية هي اللي ماسكة الغضروف ده زي الملقاط كده بالظبط كده. الأبيض اللي احنا ماسكينه في الآخر هو ده الغضروف. يعني ممكن في صورة بعد كده هتوري لك المنظر قد إيه. الأنبوبة اللي راكبة في المريض لو تاخدي بالك ورا شوية هي دي الأنبوبة الصغيرة، هي دي البورتال أو المدخل اللي بدخل بعمل بيه كل حاجة من الفتحة دي اللي هي فيه دي. في صورة ممكن أهي، بصي ده منظر الغضروف بعد ما طلع. بصي حجمه قد إيه.
بس بيبقى خساره بقى مش كده؟ خساره ان حته الغضروف طلعت مش كده؟ يعني انا اللي عايز اساله هل في تعويض بقى للحته اللي اتاكلت دي؟ اللي بيحصل انها بتلتئم بانسجه ليفيه وبتقفل، ولو الواحد محافظ ما يعملش حاجات عنيفه ما يجيش يشيل حاجات تقيله بعد كده مش هيحصل حاجه بيحافظ عليها طبعا. ولكن لو هو رجع يشيل حاجات تقيله ورجع ما يعملش رياضه ورجع مش عارف ايه، هتلاقي طبعا المنطقه دي ضعيفه بعد العمليه، وارد يحصل فيها ان الغضروف يعني يطلع يرجع تاني طبعا. بعد العمليه دي المهن اللي ما ينفعش بقى ان احنا نمارسها لان فعلا هتاذي مهما لعبنا رياضه؟ والله بص انا رايي الشخصي لو هو ملتزم وزنه مش كبير يقدر يعمل اي حاجه، ايه المشكله؟ ما ده جزء من الجسم زي اي جزء بيحصل له التئام وبيخف وكل حاجه. بس يحافظ ان الحته دي ما يرص عليها زياده عن اللزوم، هي مش حتى لو سواقه المسافات طويله. ايه المشكله؟ عادي خالص. دكتور عايز اعرف برضو الفرق بين الميكروسكوب والمنظار في يعني في عمليات الاتصال. الميكروسكوب عباره عن جهاز بيكبر الصوره وفيه اضاءه مركزه، تمام؟ فاحنا لما بنفتح بنفتح فتحه صغيره، فتح جراحي، والميكروسكوب ده جهاز بيجي فوق المريض بيكبر الصوره جدا. للتوضيح فقط يعني. بيكبر الصوره قوي وبيدي اضاءه مركزه في المكان في الحالات الفتح الجراحي. وده طبعا يعني اشهر حاجه، وما زال طبعا الميكروسكوب ده ليه دور اساسي في الجراحات بتاعتنا. المنظار عباره عن كاميرا وفيها اضاءه قويه جدا، منها فيها انبوبه طويله فيها كاميرا وفيها اضاءه وفيها فتحه صغيره في النص، هي نفسها بتدخل جوه المريض، فانا شايف من الكاميرا والاضاءه دي منوره قصادي انا رايح فين، والفتحه الصغيره فيها الات بتخش جواها بحيث انا اشتغل اندر فيجن، انا شايف بالظبط ايه الموضوع. الغضروف اهو شايفه بالنور والكاميرا جايباه، وبعدين امسكه بالالات دي عن طريق نفس الايه نفس المنظار اللي دخل ده بالظبط. طب يعني هل هو المنظار كده نقدر نقول عليه هو الفيرجن الجديد للميكروسكوب؟ بالظبط كده، صح كده؟ ده كلام صح. يعني الميكروسكوب ده كان القديم او اللي بيستخدم بالزبط. زي ما نقول يدويا صح. وده الحاجه الاجدد بتاعته. ده كلام سليم. هل المريض ده في الجراحه بيقعد فتره طويله بعد اجراء العمليه؟ في كتير جدا بيخرجوا في خلال ساعتين من الجراحه، يعني اول ما يخلص هو اصله صاحي بيطلع اوضته بيقعد ساعه نايم على ظهره ساعه، يعني ممكن يلبس هدومه ويروح. وكتير بيعملوا كده. في ناس بتفضل انها تبات ليله يبقى مطمن ان هو لو محتاج حاجه كويس. لكن يقدر يلبس ويروح. يعني هو بيبقى هو اللي ده بناء عن طلبه. مفيش بنج طبعا، مفيش غرز، مفيش بنج كلي، هو صاحي اصلا. مجرد ان هو يقعد يريح في اوضته ساعه ويلبس وراه. دكتور احيانا بيبقى فيه بيشنتس كده او عيانين صعبين زيي بيبقوا عايزين ياخدوا بنج، ما لهمش دعوه باي حاجه بس عايزين ياخدوا بنج وخلاص. يعني انا بروح عايزه اخد بنج كلي او كده، مش عايزه احس. بيبقى فيه الناس اللي هي القلوقه اكتر، ده بتتعامل معاهم ازاي؟ بس بعد اذن حضرتك قبل ما نجاوب هناخد استاذه همت من الشرقيه. صباح الورد عليك يا استاذه همت. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك يا دكتور، ابني في كليه عسكريه ووقع من فوق، يعني وقع على ظهره فعنده غضروف دلوقتي في ظهره، وهو طبعا انت عارف حضرتك التمارين كده وفي الكليات العسكريه فهل هو ممكن علاج ولا لازم عمليه جراحيه؟ لا مش لازم عمليه جراحيه. هل هو بيعاني من ضعف في رجله او تنميل مستمر او مش عارف يمشي، ظهره معوج، في اي حاجه كده عنيفه ظاهره عليه ولا مجرد ألم؟ ايوه حضرتك، اول ما وقع وبعد كده يعني ساعات رجله الشمال بتنمل شويه وساعات بيتعب وساعات يعني عادي بيبقى كويس. يعني بس حضرتك عشان يعني المجهود في الكليه وكده، ما دام ساعات يبقى واضح ان الموضوع مش عنيف. وبالتالي انا اقول لك نصيحه، ما حدش يعمل عمليه في ظهره الا اذا كانت تستاهل فعلا انه يعملها. هقول لك حاجه سهله قوي، انا دايما اسال اي مريض، هل الموضوع ده مأثر في حياتك اليوميه؟ ايا كانت حياته اليوميه، ممكن حياته اليوميه ان هو ما بيقومش من مكان، في واحد حياته اليوميه ان هو طول النهار بيتحرك. طب لو بعض الاوجاع زي الحاله اللي ذكرتها استاذه همت، هل حضرتك تنصحه بانه مثلا يعمل حاجات معينه من باب الوقايه؟ علاج طبيعي، علاج طبيعي، علاج طبيعي. بس يستمر في تدريباته في الكليه العسكريه عادي. بالتوازي مع العلاج الطبيعي. حضرتك احنا معلش معانا تليفون بس من عاطف من المنوفيه عشان ما نسيبوش فتره طويله. عايز اعرف بس، هو هي هاي ريسك يعني العمليه ولا النصيحه ان ما يعملوش عمليه غير لما يتاكدوا او هتبقى حاجه؟ يعني عموما اي جراحه في الدنيا ليه الواحد يفتح ظهره او حتى يعمل منظار ما دام يقدر يتعالج بدون جراحه؟ المنطق طيب ان جسمي ده احافظ عليه قدر الامكان الا لو احتجت. معلش عشان عاطف على التليفون. استاذ عاطف صباح الورد. صباح الفل. اهلا بيك، اهلا بيك، اتفضل. لو في سؤال ليك للدكتور. ما
والله انا من فتره كده ظهري وجعني وكشفت عند كام دكتور. ايوه اتفضل. انت عندك الغضروف كويس؟ انا تعبان دلوقتي بقالي فتره والله انا سمعت اصلا الظروف وانا قاعد في التلفزيون اني ما اقدرش امشي. مش عارف تمشي ليه؟ ايه اللي انت بتحس بيه يا عاطف؟ ظهري برجلي. يعني لما تمشي مشوار تحس ان رجلك تقلت مش عارف تكمل؟ رجليا منمله وما بقدرش امشي خالص، الا اني نازل على اي حاجه. طب عملت رنين مغناطيسي يا عاطف ولا لا؟ عملت اشعه رنين. قال لي انت عندك الخمسه والسته. انت بتتكلم على رقبتك ولا على ظهرك؟ لا ظهري. تقصد الخمسه والاولى العجزيه. قال لك انزلاق غضروفي ولا ضيق في القناه العصبيه؟ والله انا كشف لسه. طيب استاذ عاطف حاول تتصل بينا تاني علشان يعني توضح تفاصيل اكتر للدكتور. هو مبدئيا حضرتك قدرت تستشف يعني؟ هو بيقول انه مش قادر يمشي خالص ورجله منمله على طول، فالمنظر ده منظر حاجه اسمها ضيق في القناه العصبيه. يعني القناه للاعصاب بتمشي جواها بتبقى ضيقه نظرا لانزلاق غضروفي او خشونه في المفاصل او ايا كان السبب. فده لما المريض ده لما يجي يمشي شويه العصب بيتزن اكتر فيروح واقف، ما يقدرش يحس ان رجليه تقلت ومش شايلاه، يروح قاعد، لازم يقعد. اول ما يقعد ويتني ظهره لقدام دقيقتين ثلاثه القناه العصبيه بتفتح سنه، العصب بياخد نفسه حبه فيروح مكمل مشي، خمس دقائق نفسه ويروح قاعد تاني وهكذا. ده اسمه كلوديكيشن او يعني ضيق القناه العصبيه بيعمل حاجه كده. لازم في الحالة دي لو الموضوع بيتطور مع يعني سنة غير سنة غير سنة بنعمل له حاجة اسمها توسيع للقناة العصبية. ايه الحاجة اللي ضيقة؟ الغضروف يتشال، المفاصل متاكلة او ده بقى ما ده بيتعمل بالمنظار برضو؟ مش كل الانواع، لو غضروف بس اقدر اشيله بالمنظار اللي احنا شفنا صورته دلوقتي. لكن في مناظير اخرى بقى اللي كانت بتسأل عليها سمر، انا عايز اخد بنج كلي، في من نوع من المناظير اخر بياخد نفس الفتحة اللي احنا بنفتح بيها والمنظار ده بيدخل ببنج كلي، لان ساعتها انا شايف بقى كل حاجه بتبقى مش محتاج ان هو يكون صاحي معايا داخل القناه العصبيه نفسها، فشايف النخاع الشوكي شايف العصب فممكن يكون هو نايم. تمام. ياخد بنج كلي برده غرزه واحده وكده. تمام. غير الاولاني. طيب دكتور بنستاذنك ناخد برده استاذ اسامه من القاهره. صباح الورد عليك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عندي سؤال للدكتوره سماح. حضرتك. انا رجليا الاثنين بتنمل لما بقف حوالي 10 دقائق. امشي 10 دقايق، لما بقف حوالي بتاع نص ساعة الاثنين بتنمل. فتنصح بحضرتك بإيه العلاج بتاع حاجة زي كده؟ دي نفس الحاجة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. الشكوى دي بتيجي من حاجتين، يا إما قصور في الأوعية الدموية أصلاً مالهاش علاقة بالأعصاب، يعني الدم اللي نازل للرجلين ضعيف وده بيعمل تنميل، أو سكر بيعمل التهاب في الاعصاب الطرفيه. دول لازم اتاكد ان هم مش موجودين الاول، يروح لدكتور تخصصي عشان اوعيه دمويه. بيعمل دوبلر يعني اشعه كده على الاوعيه بيتاكد انها سليمه. لو الاوعيه سليمه يبقى ده عمود فقري على طول، وهي دي نفس المشكله اللي حكيت لك عليها، ضيق في القناه العصبيه في مستوى معين رابعه خمسه او خمسه اولى عجزيه حسب الضيق بقى. لو وصل بيه الحال ان هو 10 دقائق او 5 دقائق خلاص يبقى في العاده بيحتاج لعمليه. في العاده. تمام. بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم، وطبعا احنا بنعتذر جدا المشاهدين على الاتصالات اللي جات لنا كتير جدا، لكن طبعا احنا مرتبطين بوقت الفقره. وبنشكرك يا دكتور شكرا جزيلا وصباحك صباح الورد. صباح الورد. دكتور مجدي جمال استاذ جراحه العمود الفقري نورتنا يا فندم، صباح الورد عليك، نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. مشاهدينا خلصنا. احنا خلصنا بقى، عايزين نروح بصراحه، عايزين نروح شرم تاني. احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا، لكن طبعا يومنا لسه بيبتدي. صباحكم صباح الورد. صباح الورد عليك يا سامر. صباح الورد عليك يا مها، ونشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من 9 ل 11. صباح الورد.